بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أعزائي طلاب وطالبات الانتساب مع مقرر مادة النقد الأدبي الحديث والمحاضرة الثالثة، وهي بعنوان أنواع النقد الأدبي، أو بمعنى أدق ألوان النقد الأدبي. تهدف المحاضرة إلى تنمية قدرة الدارس بالوقوف على ألوان النقد وتنمية القدرة النقدية لدى الدارس. وتتناول هذه المحاضرة ألوان النقد الأدبي، ثم ظواهر تصوير التجربة، الشعر تجربة، ظواهر تصوير التجربة وملائمتها للتعبير. إذا تحدثنا عن أنواع النقد الأدبي أو ألوان النقد الأدبي، نجد أنها تشتمل على النقد الذاتي، النقد الموضوعي، النقد الاعتقادي، النقد التاريخي، النقد اللغوي. ونبدأ أولا بالنقد الذاتي. إذا ارتضينا أن النقد الأدبي كما بينا سابقا هو التفسير والحكم اللذان يقومان على عمد أساسها التذوق الفني الناجم عن إحساس مرهف بالقبح والجمال في النص الأدبي ومكوناته والثقافة الفكرية الراقية وما يضاف إلى ذلك من اطلاعات على النقد الغربي بلغته أو مترجما، فإن التذوق الفني أو الجمالي للنص لا تتعدى فائدته النقد، كما أن تحليل النصوص والحكم عليها من غير تذوق قد لا يجدي، وهذا القول يعني ضرورة اجتماع الطرفين عند النقد. كما أن الاقتصار على مجرد الاستحسان أو الاستهجان في مجال النقد دون التمهيد له بدراسة فكرية تكون مساوقة للتذوق الجمالي، يسمى عند المحدثين بالنقد الذاتي التأثري. وأصحاب هذا المذهب يرون أن الذوق الشخصي هو كل شيء في إدراك جمال العمل الأدبي أو رداءته، والأذواق عندهم لا تعدد، كما أنها ليست وسيلة من وسائل المعرفة التي يمكن أن يسلم بها الغير، وإنما هي الوسيلة إلى إدراكات خاصة تثير في شعور المتذوق رضا أو سخطا. وكأنهم بهذا يريدون أن يقولوا إن تذوق الناقد لما في العمل الأدبي من جمال أو قبح يوفر له اللذة الذاتية حين يرضى عما يقرأ. إذن استحسان الناقد أو استهجانه يكون مردهما إلى الذوق الخاص به في العمل الأدبي. فهذا أبو عمرو ابن العلاء كان يستجيد قصيدة المثقب العبدي التي يقول فيها: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا التقيق وتتقيني. ويقول: لو كان الشعر مثلها لوجب أن يتعلمون. وهذا لون من الشعر الذي استجيد في معنى خاص، وهو حق الأخوة الصادقة، كما أن الصداقة أيضا تدخل في هذين البيتين، فالمؤمن مرآة أخيه كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذوق الشخصي
لا قيمة له عند الفلاسفة الغربيين. وإذا انتقلنا إلى النقد الموضوعي فهو يعني أن يجمع الناقد بين التذوق الجمالي والشرح والتعليل المستمدين من دراسة العمل الأدبي، أو بين التفسير والحكم، فهذا يسمى بالناقد الموضوعي. وهذا الحكم يفصح عن جوانب النص أو تفصيل مستمر من مقومات النص ذاته، كالنظر إلى ما فيه من فكر وعاطفة وخيال وإيحاء، والموازنة بينه وبين نصوص مماثلة للنص في الموضوع وقد بلغت درجة عالية من الجودة، كما أنه يعون الناقد في ذلك بالإضافة إلى ثقافته وإلى ذوقه وملكته معرفته بالبيئة العامة والخاصة للأديب والجانب النفسي كذلك. أما ملكة الذوق ففيها يلتمس الناقد مبررات الحسن أو القبح أو الجودة أو الرداءة، ممثلة في صورة وضوابط يؤثرها الناقد على غيرها. إذن النقد الموضوعي هو أن يجمع الناقد بين التذوق الجمالي والشرح والتعليل. وإذا انتقلنا إلى اللون الثالث من ألوان النقد الأدبي فنجد أنه النقد الاعتقادي. هذا اللون وهو النوع الثالث يجب على الناقد فيه أن يتنزه عن الأهواء وآراء الآخرين وغير ذلك مما يطمس معالم السلام في الحكم على العمل الأدبي، فلا يحكم على العمل الأدبي من خلال معتقدات أو أهواء استقرت عند غيره وانتقلت إليه. فالنقد الذي يقوم فيه الناقد بمباشرة عمله النقدي وقد سيطرت عليه آراء ومعتقدات سبق أن استقرت عند الناقدين، وذلك لهوى ديني أو وطني أو عنصري، يسمى بالنقد الاعتقادي. وهذا النقد الاعتقادي يعتبر أشد أنواع النقد تعرضا للتجريح والتجرد من الأهواء، يعتبر شرط أساسي للناقد. هذا النقد الاعتقادي كما قلت يعتبر أشد أنواع النقد تعرضا للتجريح. إذن بالتالي يجب على الناقد أن يتجرد من الأهواء، ولذلك نعتبر أن التجرد من الأهواء شرط أساسي للناقد. ولما كان هذا النوع من النقد تتحكم فيه عقائد وآراء خاصة عند الناقد ويحمل بين طياته معنى التعصب والميل إلى نزعة خاصة، فقد فقد الإنصاف وفقد الصدق وتحري الحقيقة. إذن كما قلنا هذا النوع من النقد الذي تتحكم فيه العقائد وتتحكم فيه الآراء الخاصة ويحمل بين طياته معنى التعصب والميل إلى نزعة خاصة، إذا كان كذلك فإنه بيفقد معنى الإنصاف، يفقد معنى الصدق، يفقد معنى تحري الحقيقة. وإذا ما انتقلنا إلى النوع الرابع من أنواع النقد نجد أنه النقد التاريخي. هذا النقد التاريخي هو النقد الذي يحاول فيه الناقد تفسير الظواهر والمؤلفات وشخصيات الكاتب. إذن هو يعني بالفهم، يعني بالتفهيم أكثر من عنايته بالحكم والمفاضلة. كما قلنا هذا النقد التاريخي
يحاول الناقد فيه تفسير الظواهر وشخصيات الكتاب، فهذا النوع يعني بالفهم والتفهيم أكثر من عنايته بالحكم والمفاضلة. كما أن تفسير الظواهر الأدبية والمؤلفات وشخصيات الكتاب يتطلب معرفة بالماضي السابق لهم ومعرفة بالحاضر الذي أثر فيهم. وأكثر من هذا يمكن القول أنه لا يكفي فهم كاتب من الكتاب أن تدرس الكتاب الذين تأثر بهم ولا الظواهر التي أحاطت، بل لا بد أن نتتبع تأثيره هو في لاحقين، إذ كثيرا ما يكشف اللاحقون أكثر مما وضع الكاتب فيما كتب. والذي يأخذ نفسه بهذا المنهج لا يكتفي بدراسة ما أمامه من المؤلف الأدبي، بل لا بد أن يحيط بكافة ما ألف الكاتب ليكون حكمه صحيحا شاملا. إذن النقد التاريخي بيحاول فيه الناقد تفسير الظواهر، تفسير المؤلفات، شخصيات الكتاب. وكما قلنا إذا يكشف، لأن بكشف اللاحق أكثر مما وضع الكاتب فيما يكتب. والذي يأخذ نفسه بهذا المنهج، هذا ما نعنيه، الذي يأخذ نفسه بهذا المنهج لا يكتفي بدراسة ما أمامه من المؤلف الأدبي، بل لا بد من أن يحيط بكافة ما ألف الكاتب حتى يكون الحكم صحيح، وحتى يكون الحكم دقيق، وحتى يكون الحكم شامل سواء بالإيجاب أو بالسلب. هذا بيمثل النوع الرابع من ألوان النقد، وهو النقد التاريخي. إذا ما انتقلنا إلى النوع الخامس والأخير، وهو النقد اللغوي. ماذا يعني النقد اللغوي؟ يعني الانفعال بالتجربة الشعرية، أن الانفعال بالتجربة الشعرية يسبق التعبير عنها، وهي والشمل على ما يلي: 1- الخلق الفني، 2- الأسلوب الجيد، 3- المزج بين الفكر والإحساس. مرة أخرى نقول أن النقد اللغوي يعني أن الانفعال بالتجربة الشعرية يسبق التعبير عنها، ولكي يكون التعبير مصورا للتجربة تصويرا قويا لا بد من وجود الظواهر التالية، وتتمثل في الخلق الفني، تتمثل في الأسلوب الجيد، تتمثل في المزج بين الفكر والإحساس. فإذا ما نظرنا إلى الخلق الفني نجد أن الأديب يخضع الفكرة والإحساس للألفاظ من غير مشقة، وهذه سمة لا توجد إلا عند الأدباء الموهوبين. هذه سمة الخلق الفني لا توجد إلا عند الأدباء الموهوبين. ومن هذا المنطلق لا يكفي مجرد التعبير كما لم تعد اللغة وسيلة للتعبير، كما أن اللغة لا تعد وسيلة للتعبير، بل هي خلق فني. ولهذا لا بد من الإلمام باللغة وعلومها، حتى يقف الأديب على إدراك الأصول الأدبية التي تهز المشاعر. إذا الخلق الفني كما قلت لا بد فيه من الإلمام باللغة وعلومها حتى يقف الأديب على إدراك الأصول الأدبية التي تهز المشاعر. فإذا ما انتقلنا إلى الأسلوب الجيد، وهو حتى يكون التعبير مصورا للتجربة، لا بد من وجود الأسلوب الجيد، وهو يعني ألا يخلو الأسلوب
من عنصر الجيد الذي يسير يثري اللغة، الذي يسري اللغة، وهو ذلك الأسلوب الذي يجمع إلى الدقة والجمال العنصر الشخصي. ومن هنا لا يصح تكرار أو استخدام أسلوب الذاكرة، بمعنى لا ألا نستخدم أسلوب الذاكرة وهو الأسلوب المحفوظ أو التعبيرات التي طال استعمالها حتى أمحت حلاوتها. من كثرة الاستعمال زالت حلاوتها، وكما يقول أحد النقاد وهو الدكتور محمد منظور، إن كثرة استخدام المحفوظ لابد أن ينحرف بالتفكير عن الجاه أو تلوينه العاطفي على الأقل. كما أن تعبير الكاتب عن فكرته أو إحساسه بعباراته الخاصة هو السبيل لإثراء اللغة وتجديدها. فثروة اللغة ليست في كثرة عدد ألفاظها، ثروة اللغة ليست في كثرة عدد ألفاظها، وإنما تكمن في الثروة الفكرية والعاطفية، تكمن في الثروة الفكرية والعاطفية التي استطاعت تلك اللغة أن تعبر عنها. فالعبرة إذن بكمية التعابير وتنوعها ودقتها، لا بكمية المفردات والكتابة الجيدة هي التي لا تستطيع أن تحل فيها لفظا مكان آخر. إذن عندي هنا العبرة إذن بكمية تعابير وتنوعها ودقتها. والكاتب يمزج في كتاباته بين الفكر والإحساس، لابد أن يتوفر لدى الكاتب المزج في كتاباته بين الفكرة والإحساس، فالكتابة الجيدة هي ما يمر فيها الإحساس بالفكر والفكر بالإحساس. كم مرة؟ الكتابة الجيدة هي ما يمر فيها الإحساس بالفكر والفكر بالإحساس. فإذا ضم إلى ما تقدم الدقة والبراعة، إذا ضم إلى ما تقدم من النقد التاريخي والنقد الاعتقادي والنقد اللغوي الدقة والبراعة عند استخدام الوزن الشعري بما فيه من كم وإيقاع والأساليب الجيدة، فقد وقف الناقد على طرق الجودة. بذلك أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من ألوان النقد الأدبي، والتي تشمل على النقد الذاتي، النقد الاعتقادي، النقد التاريخي، النقد اللغوي. وإلى أن نلتقي في محاضرة قادمة تحمل معنا عنوان وظيفة النقد الأدبي، والسلام عليكم ورحمة الله.